بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي، ولد ب50 قبل الهجرة 13 هجرة 573 ميلادي و634 ميلادي، دفن في المسجد النبوي إلى جانب الرسول محمد وعمر بن الخطاب في المدينة المنورة، وهو أول الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الرجال، وهو وزير نبي الإسلام محمد وصاحبه ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنورة، فبدأ بإدارة الشؤون الدولة من تعيين الولاة وتسيير الجيوش، والتدت الكثير من القبائل العربية عن الإسلام. ولما انتهت علو البلد بدأ أبو بكر بتوجيه الجيوش الإسلامية لفتح العراق وبلاد الشام.